والله عطا 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 راح اجيب له شامبو من الحمام راح من الحمام جيب له شامبو وانا منكش اسوي اداهن راس محمد علي بفازلين ذلين مساكين قاعدين ينتظرون طعبهم ينتظرون ذي ابي فندق في جده سامي شقه شقه اسمه يلا راح نهاش النوري خلاص بس ترى ما راح الفزني من راس ان شاء الله بس خلاص ما راح تقابله يلا يلا ابي الغرض لا حبيت راسك على راسك انا اسف بتطوعهم خلاص عب راسك سامحه يا زجران سامح تعال يا نوري انت تعال نبي ايوه بس ودويش اي انت الحين انت يلا 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 امشي امشي تعال مني يلا 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 ايوه بس يلا وين ننزل راسك اي بس ننزل راسك يلا نبقى نبقى قويه نبقى قويه به قويه الله عليك يا ابو دويش الله عليك جدة فندق في جدة الله عليك الفندق ها ما بعدك كذا شو باللعب مني ما توجهوني مني بغيش لا لا نضحك اياك هدا نضحك اياك يا ابو دويش ربط عيونه يلا دويش جاهز يلا واحد اثنين ثلاثة دقيقة خلينا نشوف شو اللي حصل عليه بدويش ايه لا لا باقي بس نبي نتأكد مش اللي حصل احنا ما مشتبهين فندق في جدة ولا فندق في الرياض دقيقة انا اقول اعطوه في الرياض احسن الرياض اقرب لا شكله اسباني اعطوني فلوس بدويش ما بيروح يقول اعطوني فلوس بدال هذا اللي حصلته بدويش فيك زعلان شوف ما تقول لي بعد هذا هو اسكب بساط الماء على ملابسك تسكب بالغفله المفروض تسكبه هنا ادري قم قم ايش فيك انت ايش فيك جد عليه يلا تعال يلا فالك التوفيق ان شاء الله انك تحصل فندق في جده وتاخذني معاك يا سامي امشي انت تنام سامي شب بعلمك الخطه عشان تحصل فندق في جده الخطه الله يسلمك انك شو يسمونه تاخذ نفس اخذت نفس اي تاخذ نفس قوي يا سامي عشان تصير نفختك قويه عرفت واذا صارت نفختك قويه يا سامي باذن الله تعالى انك تحصل على فندق في جدة بإذن الله الله يوفقك سام بسم الله بس يا سامي وتوكل على الله فندق في جدة الله يوفقك إيه عادل 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 واحد اثنين ثلاثة عندك مشكلة يا سامي في النافخة تنفس عندك مشكلة أنت في التنفس والله زين ما في شيء شو ما فيك شيء ما طفيت ولا واحد وشف هاك الزفيرة هذا متوجه جاد الشموع شوف والله ما مجاكم ما يصير والله ما طفيت ولا واحد والله شفها زفيرك ما في هواء بس صوت ما في ما في ما في يمكن ما وكذا يمكن ما يصير عدوها لي تكفون شلون نعيد لك ما في بعد عاده دي مسابقه دي المهم شو اللي تبون يا شباب ترى على اساس انا اقول انا الذم والضمير عده الى عده ثم عيونه عده تسلم تسلم والله يا ابو دويش اي عدوها ليه عدوها ليه عدوها عن الذم والضمير ذم الضمير رياضي ايش فيك ابو دويش؟ اعطي انا
ايش فيك؟ خلي عيد الذمه الطويله. 40 ريال عشان ما طفتش.